كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديال شين ام ملاك. اليوم جيت باش نشترك معكم الحوايج اللي شريتهم من اسطنبول، كسوة ديالي، الحوايج ديال بنتي. مهم بقاو معايا حتى التالي وما تخرجوش باش تشوفوا شنو شريت. مرحبا بكم، تشوفوا هذه هي الكسوة اللي شريتها من اسطنبول. هذا كومبلي شريته، فيه مجه مرهبه لكم مع الجيليه مع السروال. هذه هنا قمجة، شوفوها كي دايرة. هذه الثمن شريتها يعني بسبعة. الكسوة الثانية سخونة يعني تجي حيل المشتل، يعني كارويات فيها بالقري، وبحال نقولو القري بارد والقري فرونسي. فيها هنايا مقفلات كما راهي بان لكم، كما راكم تشوفو. هنا غادي نبين لكم البري شحال دير هاد القمجة. 79.99 ليرة، 145 درهم. كما راكم تشوفوا هذه الكسوة الثالثة اللي بغيت نوريها لكم، هي فيها خطوط بقاق هكا مطارد مع الكحل مع البيض هكا. شوفوا هي على سامبل عادية. هادو هما اليدين ديالها جايين مزيرين، شفتوا اليدين كي دايرين ديالها. كما راكم تشوفوا الثمن ديال هاد اللبسة هي 69.99 ليرة. بالاورو كتجيكم 12 اورو، وبالدرهم كتجيكم 130 درهم. هاد الكسوة الرابعة اللي راني نبينها لكم هي الكري والكحل، كيما يبان لكم مخطط نفس الستيل اللي شريتو. هنايا فيه طرزة هكا في الكحل، هنا اليدين كيجيو ماشي طوال، نقولو شوية قصار، وهنا الطول ديالها. هذا البري ديال هاد القمجة اللي وريت لكم، بغيت نوريكم البري. يدير 59.99 ليرة، وهاد بالاورو دير 9.5 اورو، وبالدرهم دير 100 درهم. تشوفوا هذه قمجة اخرى بغيت نوريها لكم، شكلها مخطط كما تشوفوا، شريط مخطط بزاف والكارويات، فيها الكحل والكرونة والبيض، وفيها هنا الحزام. وهادو يديها عاديين يعني كما راه يبان لكم، وهنايا عاوتاني اليدين يديها يعني عاديين. الثمن ديال هادي 59.95 ليرة، بالأورو 9.5 أورو، بالدرهم 100 درهم. كما راكم تشوفوا هاد هنايا فيها القلمون هكا، فيها هاد الخيوط. ودابا هذا هو السروال هنا ديالها كما راه يبان لكم. كما راكم تشوفوا الثمن ديالها هنا على الرياضية هي 75 ليرة، بالأورو 12.5 أورو، وبالدرهم 135. نوريكم السبنديره اللي شريتها. هاد السبنديره كنت مشيت شريتها من جزيره الاميرات، يعني النايكية، فيها الكري والغوز كما راها تبان، عاوتاني تبان نايك، فيها نايك. هادي شريتها 50 ليرة، شريتها يعني 9.99 أورو. كما راكم تشوفو هاد شريتهم بحال هاكا، نقدمهم كادويات يعني اللي بغي يقدمهم كادويات. ولا شريت بحال هاد ستيل، شريتهم 15 ليرة. هادو كاين في الكرونة هكا مطرز، يعني الوحدة كتكون 15 ليرة. كاينين شكالات يعني انا عاد عندي شكالات اخرين، ماشي غير هادو، غير بغيت نوريكم يعني بحال هادي الكحل مطرزة هكا، الكرونة، وبحال هاد عاوتاني هادي اللي فيها هاد ماشي نيشان. واخيرا شريت هاد البيجامة التالية ليا، يعني هذا هو ستيل ديالها كيما راه يبان لكم هكا في مزوقة هنايا. السروال هادي تانيك ديال هاد العينين، ديرها على عينيك من تبغي تنعسي. هنايا السروال يعني السروال عادي. هاد تريكو شريتو ديال الحرارة كيما يبان لكم، في هاد الزوزويات هكا في الكرونة وفي البيض، شريتهم في فينديك زادا، السوق ديال فينديك زادا، السوق الأسبوعي الكرونة، يعني حامي هاد. حملت بالتيسي القماش وداكشي، غادي نبين لكم السراول وشنو شريت. كاين هاد السراول الاول الستيل ديالو دوك ستيل العريض، يعني فيه هو 59.99 ليرة، هو 9.50 أورو، وبالدرهم هي 100 درهم. كما راكم تشوفوا هذا السروال الثاني جين، يعني هذا جين نيشان، هذا في الكحل في نوار، يعني ستيل عادي. هذا الثمن ديال هذا هي 69.99 ليرة، هي 12 أورو، وبالدرهم هي 130 درهم.
كما راكم تشوفوا هذا ستيل جديد ديال هذا السروال، عاوتاني شريتو السروال الثالث. يعني هنا جايه، يعني هو ماشي محلول ولا جاي بحال حزامه، هو هذا الاستيك هنايا وفيه هكا الحزام، هو اللون ديالو ازرق بارد. هذا الثمن دياله ديال هذا السروال هو 69.95 ليره، هي 12 أورو و130 درهم. كما راكم تشوفوا هاد الكمجه اخرى ديتها من تركيا، جبتها اللون ديالها غوز كما راه يبان لكم، فيها هكا الورود. شوفوها هنايا تحت كيفاش دايره، بحال كنوت هكا على الجناب، وفيها هكا اليدين يعني مجموعين بلاستيك هكا. هذه هي كما راكم تشوفوا هاد الكمجه ديتها ب 100 ليره، هي 17 أورو بالدرهم 180 درهم. كما راكم تشوفوا هذا المونطو عاوتاني اللي شريته من تركيا، فيه هادو هنايا يعني بالمقافل، هادو هما اليدين ديالو دروا عاديين، والحزام جاي كما راه يبان لكم، هذا اللون بوردو. كما راكم تشوفوا الثمن ديال هاد المونطو 250 ليره، الاورو 46 أورو، 500 درهم. وهادو هما الشيرا اللي شريته من تركيا، شريت هذا في الكري، هذا في بوردو كرونا يعني، هذا في الغوز، شريتهم بزوج أورو 50، هي 27 درهم. هذو هما السيكان اللي شريتهم، يعني هذو هما هاد المجموعة اللي شريت ديال السيكان، يعني شريت بزاف باش نبقى نبدل كل مرة ندير واحد، كاين اللي كاليتي كاين اللي ماشي كاليتي يعني، وغادي نوريكم شكون اللي كاليتي وشكون اللي ماشي كاليتي يعني. كما كتشوفو هاد الساك هو كاليتي هاد الساك. كما راه يبان لكم شكلو هنا كيفاش داير، يعني حاجه زينه. هذا شريتو ب 90 ليره، شريتو ب 15 أورو و160 درهم. غادي نوريه لكم كيفاش داير كامل، يعني هو هذا هو الساك اللي شريتو غالي كاع. كما تشوفوا في جوج جيوبا، الجيب الاول كاين الجيب الثاني عاوتاني جيب تاني، وفي هذا هنا جيب صغير تقدر تمشي فيه الحوايج ديالهم، هي 30 ليره. كيف الثمن هي 6 أورو، 66 درهم. غادي تشوفوهم كي دايرين، هذا تحل هو، شوفوا فيه جوج جهات، فيه هاك الجهه وفيه هاد الجهه، وفيه يعني هنايا سلسله اخرى، يعني هو زوين. هذا انا شريتهم باش نبدل. عاوتاني كاين هاد الساك الاخر، هنا في هذا الشنوشة، فيه هكا جوج، يعني توا واحد كبير هكا وواحد صغير. عاوتاني مشيتهم سوق شعبي، ثمن مناسب، ما عقلتش عليهم الثمن، بشعل الثمن بالضبط، يعني اللي بغى يشري سيكان بزاف ولا يبقى يبدل يمشي للسوق الشعبي باش يشري بزاف، بعدا منهم السوق ديال اسبوعي سميتو فين ديك زادة. في هاد الساك فيه جوج ديال الجهات، في هاد الجهه هكا بالسلسله هكا، وفي هاد الجهه عاوتاني هنايا، وعاوتاني كاين هذا وتقدر تبلو هكا، يعني هذا هنا ديكور جاي، وفي هذا اللوراني. عاوتاني كاين هذا تقدر تشدو هكا، هذا تقدر ديرو له السبته وهكا، يعني تبلعو بسنسلة داخل، فيه سنسلة داخل. دابا كما راكم تشوفو بغيت نوريكم الحوايج اللي شريت لبنتي، شريت لها هاد التريكو في الغوز، هنايا فيه دونتيل هكا شوية دونتيل، وهنايا فيه هاد الحجيرات هكا في اليد. هذا الثمن ديالو شريتو لها 26.60 ليرة. ثاني حاجة شريت لها هادو سامبل، يعني هادو عاديين عادي في الغوز، شريت لها هادا 12.9 ليرة. عاوتاني شريت لها هادا عادي سامبل في البيض، عاوتاني شريت لهذا، هذا شويه فيه مزوق، هذا
13.9 ليرة كما راني قال لكم. كما راكم تشوفوا بغيت نوريكم دوكا السراول يعني اللي شريت لبنتي في نفس المغازا. شريت لها هذا السروال على شكل بحال شكل كورلون في الغوز وفي هاد النجيمات. هذا شريته لها 99 ليرة. 99 ليرة. ثاني حاجه شريت لها هاد السريويل ديال الجين في الغوز. هنايا هكا شكلهم طوي هاد ستي هكا. هذا شريتو لها 33.9 ليرة كما قلت لكم قسموها على 6 باش تعطيكم بالاورو. وهاد السروال عاوتاني هذا هو في بلو مارين يعني فيه نجمات هكا صغار. هذا شريتو لها ب 12.20 ليرة تمام. عاوتاني شريت لها هاد السريويل ديال الجين هذا هكا شوفو هكا مزوبق فيه هكا مزواق فيه هاد الوريضات بحال هنا هكا الجيب يعني زويون. هذا شريتو لها بقولو 30 ليرة. وهذا عاوتاني ستيل اخر قطيفه ديال القطيفه هنا الرجيلات هكا مجموعين. هنايا فيه هاد الزويقات هكا والجيب يعني هكا. وهنايا هكا بحال ستيل توني وستيل يعني سروال. هذا شريته لها 33.90 ليرة. كما كتشوفوا عاوتاني هذا اونسومبل هنايا تريكو هذا يعني في البيض وفيه هاد الدبويرات كحل يعني ولا بلو مارين يبانو لي هكا بلو مارين. هذا شريتو لها 19.90 ليرة. شوفو كيفاش داير وفيه هاد الزويقات هنا. هذا اونسومبل بيه بالجيبة. هذه هي الجيبة دياله الجيبة يعني هي ديال القطيفة وفيها هاد ستيل هكا وفيها هاد الزويقات هاد الزويقات. شتو كي دايره. هادي شريتها لها 26.90 ليرة. كيما كتشوفو عاوتاني هدا اونسومبل شريتو لها فيه تريكو هدا في البيض مورد فيه هاد الجلية وفيه هاد السريم. ودابا غادي نوريكم هادو شريتهم لبنتي يعني الشاشية هكا في عدن شينيشا مع الكاشني مع الليقويات. هما الليقويات هنايا هادو شريتهم منها هادو 8.36 ليرة. عاوتاني شريت لها هاد الشاشية عاوتاني في هاد الوريضة ونشينيشا مع هاد الكاشني هادو شريتهم منها 35 ليرة. شريت لها هاد الصباط كما راهي بان ليكم في البوردو نبروتكال في هاد الوريضات هنايا هكا في هادو هكا وهنا يتحل هكا يعني كتحل ليه. هذا شريتو نقولكم 69.99 ليرة. وشريت لها هادو عاوتاني كما كتشوفوا البنيات الصغار ضرورين مقابط وداكشي. شريت لها هاد جوج لاستيكات يعني جوج ديال الاخرين. شريت لها هادا 3.95 ليرة. شريت لها عاوتاني هاد المسيسكات زوج 4.95 ليرة. المهم كما كون تشوفوا هاد الحوايج شريت اللي وريتهم لكم درك كاع شريتهم بالها بمكازا. دابا غادي نوريكم الحوايج اللي شريتهم من السوق اسبوعي يعني ثمن عندهم مناسب للجميع يعني ورخيص يعني والثمن كيكون على حسب كل حاجه وشعال وكاليتي كتكون شويه ناقصه يعني اللي بغى يشري الحوايج بزاف ماشي كما كتشوفوا تشريو بمكازا ولا بمول كيكونوا غاليين. المهم غادي نوريكم تشوفوا نتوما بعينيكم. شريت لها هاد السبادرين هكا بلو مارين مع الغز ها هي الغز فونسي. هادي شريتها لها ب 40 ليرة.
ثاني حاجه شريت لها هذا كما قلت لكم بالسوق الاسبوعي، تلبسهم يعني في الدار هكا، هذا شريته لها ب10 ليره. عاوتاني شريت لها هذا لي بات، شريت لها يعني بزاف لي بات، شريت لها هادو ثلاثة، شريتهم منها يعني كل وحدة بربعة ليرة، يعني ربعة ليرة ربعة ليرة ربعة ليرة، يعني شريت لها هادو ثلاثة. شريت لها هاد ساكادو كما راهي بان ليكم 15 ليرة. عارفين الدراري الصغار يعجبهم اي حاجه يبغيوها هكا، يعني خفيف يعني تديه ب 15 ليره هذا. وهاد التونيات عاوتاني شريتهم منها ديال اديداس، كاين السروال كما راه يبان لكم هكا مزوق وفي هاد الزويقه، وهذا دياله ديال اديداس بالقب كما راه يبان لكم. هادو شريتهم لها ب 55 ليره. عاوتاني شريت لها واحد اخر هو ديال اديداس، هذا في الكحل وفي هذا الغوز كما راه يبان، شريت لها يعني شريت لها جوج تونيات باش تبدل هكا توا اديداس، شريتو لها توا 55 ليرة يعني الزوج، شريت لها زوج. واخر حاجة شريت لها هاد المدلة كما كتشوفو، بنتي قالت لك اسيدي بغات المدلة ديال غين دونيش، هادي شريتها لها ب 34 ليرة فاصلة 99. هادي تشوفوها كي دايرة، المهم هادو هما الحوايج اللي شريتهم منها من السوق الاسبوعي. غادي دابا غادي نوريكم الحوايج اللي شريتهم منها بجزيره الاميرات. دابا غادي نوريكم هاد لي غوب دو سواري ديال بنتي، شريتهم منها مكازا في جزيره الاميرات كما كتشوفوا هنايا الشكل كي داير هكا بليون مع هاد الوريضات هنا، مع هكا هذا في جوج ايطاجات هكا نقولوا جوج، هادي الحاشيه هنايا وهذا هكا بليون، وهنايا اللور كما راهي بان لكم في هاد البابيو جايه، يعني بحال غو دو سواري تلبسيهم منها في شي حفلات كيكونوا، يعني ثمن زوين كما راكم تشوفوا. عاوتاني هنايا هذا في دو بياس، غادي نحل لكم باش تشوفوا كي داير في هذا الباس، يعني في هكا هاد الزواق، وهنا هو هذا هكا كي داير. شوفوا هكا الورد جاي جاي هنا، عاوتاني هذا دونتيل جاي هذا إطار، يعني فيه جوج بياسات. ها هو شوفوا هنا مزيان، شفتو كي داير هذا هكا الباس، وهنايا اللور هو كي جاي توا فيه هذه بحال حزان دايرينها بابيو، يعني ثمن مناسب. وهذا هنا غادي نوريكم هذا المونطو دياله، يعني تلبسوه هكا في اعراس يعني في اي حاجه. وهذا المونطو، المونطو في هادو هنا لي بابيو هكا على الجناب كما كتشوفوا، بحال اللي كانوا يلبسوا هادو ولاد حريم السلطان، البنات كانوا يلبسوا بحال هاد الستيل. فيه هاد لا فيه جوج بياسات 220 ليره. وهذا المونطو شريتو لها عاوتاني كما راه يبان لكم مربعات في الاحمر والكري والكحل، جاي غزال به بالشابو ديالو كما راه يبان لكم. شتو كيفاش داير باش غادي يبان لكم مزيان بحال هكا هنايا هكا. هذا شريتو لها 150 ليره، شوفوه كي داير هنا عاوتاني فيه البابيون. دابا هذا الشيء اللي بينت لكم كامل ديال الحوايج اللي شريت من تركيا، حتى الزوج ديال اللي شرا،
يعني اي واحد يقدر يشري ماشي بالضبط غير النساء يعني غير وثمن رخيص وكاليتي يعني غير الرجاله ما عندهم شي بحال النساء ولا البنات الديكورات ولا عندهم عادي كيكون تيشيرت سراول سبنديرات الا بينت لكم كلش حتى الزوج ديالي حوايجو غادي يجي الفيديو طويل بزاف وما بغيتش ندير لكم فيديو طويل اللي بينت لكم غير حوايجي وحوايج البنت ديالي مهم نتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي شريته واللي وريته لكم مغازات عندهم ثمن رخيص مغازا ديال وايكيكي اي سي وايكيكي وكاين ديال السوق الاسبوعي يعني اي بلاصه تبغيو تشريوها مهم ثمن تركيا عندهم ثمن مناسب وانسان ضروري يمشي لتركيا ويتقضى الا ما تقضاش هي ما مشتيش لتركيا هذا ما كان وكنبغيكم بزاف 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 وشكرا لكم على الدعم ديالكم يلا نخليكم دابا بسلامه.